السلام عليكم، مرحبا بكم بجديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم جبت لكم وصفة السيكار، وكاين اللي يقولوا له صبع القاضي، وكاين اللي يقولوا له الزلابية، كل واحد كيفاه يسمي. نبدأ على بركة الله. هنا عندي جوج كيسان ماء، ربع كاس زيت، ملعقة عسل. هذا العسل أنا راني صنعته، صنع منزلي. وهنايا جوج كيسان فارينة، ونص كاس سميد رطب سمولين. وهنايا عندي شويه قرفه وشويه ملح، نص ملعقه صغيره تاع ملح ورشه تاع قرفه. نبدا على بركه الله. هنايا هنايا في كاسرونه نحطو جوج كيسان ماء، ونديرو هنايا ربع كاس تاع الزيت، نديرو دروك السوائل، وهنايا ملعقة تاع عسل. نخلطو هادو هنايا، نوخرهم على جيه. هنايا نخلطو كاع النواشف. هنا عندي جوج كيسان فارينة مغربلة، وهنايا نص كاس سميد رطب، هنايا نديرو قرفة والملح. نخلطو كاع النواشف، نخلطوهم في رحبة، نخلوهم على جنب، ونروحو نغلو الماء تاعنا، نحطوه على النار. هنا حطيت على النار هاد الكاسرونه، ونديرو هذا الماء حتى يغلي، نخلوه حتى يغلي. الماء تاعي راه يغلي، نحط هذيك الفارينه، نوخرها على النار، طفي النار نوخرها، وهي سخونة راني قلحتها على النار، هي سخونة نقعد نحل فيها كيما هكا. نخدموها بالسباتول، نقولو حتى لي تتفى العجينة باه نشكلوه. بلان دو طرافاي تاعي راه مقاي، ندير العجينة نوخرها هاكا، هاي تخونة هاكا نخدمها. ثم خلوها شوية تدفى، هاي سخونة، نخدمها هكا وهي سخونة. نطيق الحمان تخدمها، ولي ما تطيقش ديرها بسباتشي، تخدمها غير هكا بسباتشي. ريحت فيها القرفة، راهي تفحفح ريحت القرفة. هاهي شوفي العجينة تاعي كي تجي، ها فينا هاد العجينة تاعي كي ولات. ها شوفو، هاد الوصفة تجي ولا أروع. نقسم العجينة على زوج، نخدم الكمية الأولى، من بعد نسيت الزوج. هنا
هنايا عندي بوشادوي هذه تاع كتال، ندير فيها العجين. العجينة تاعي راني دخلتها هاي هنا، نشكلوا صبيعات. هاي وين لا بوشادو تاعي، نشكلوها صبيعات. هاي مينا نديروهم كاع كيف كيف. وهذه العجينة نخلوها ترتاح، نخلوها ترتاح ربع ساعة. خلوها ترتاح ربع ساعة. راني درت الزيت سخون، يليق تكون الزيت سخونة ياسر، تكون بزاف سخنيها مليح، من بعد من نديرو هاد الصبيعات نقصو عليها. ها راهم نشفو، قطعت لي كمية كبيرة، راهم نشفو. وهنايا راه عندي العسل هذاك اللي قلتلكم طيبته، دوك دروك نولي نقلي هاد السيكار تاعنا. هاي الزيت راهي قاوية، راني طوقه تاع على النار. نحط السيجار تاعي، وخليته يرتاح ربع ساعة حتى ينشف. نخلوهم ما نخربوش كاع فيهم، ما نواسوهمش حتى نشوفوهم تحمروا شويه، عادك نقلبوهم. ما نضلوش نقلبو خاطرش يتحلو لكم ثاني حمار. هاي الزيت تاعي راهي سخنت، دروك نقص عليهم، ندير على النار متوسطه. راني نقصت عليهم النار، نخليهم يقلاو. المرة الأولى طلقوا عليهم النار، من بعد نقصوا عليهم، ديروا نار متوسطة، نخلوهم يقلاو. بعد هذاك نقلبوهم، غتكون نقلبوهم هما خضرين يتحلوك. دروك نقلبوهم. دروك تقلعوهم، ديروهم نيشان في العسل.
غسلوها ديروهم في الحسل. وهنايا نحطوهم هنا، عسلناهم مليح ونحطوهم هنا وهما سخونين، ديروهم نيشان في الحسن. نحطوهم في هذا الكسكاس ونزيدو نكملو الاخرين، نزيدو نقلوهم. وراني زدت الكميه الاخرى، نخليهم يقلاو على عرضهم ما نقلبوهمش. لي سيكار تاوعي راني كملتهم، هرام امامكم، جاوي شاهو شاهيتكم في الجنه. ولي بغات لمسة أخيرة، لي بغات ترشهم بشوية كوكا ودير لهم شوية كوكا، إن شاء الله تجربوهم، إن شاء الله يعجبوكم. وصحة فطوركم، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله.